بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم، معاكم أشرف رمضان في سلسلة الفيديوهات دي. هكلمكم عن مكيفات الطاقة الشمسية. إيه هي المكيفات اللي بتشتغل بأنظمة الطاقة الشمسية، وإيه مزاياها عن المكيفات العادية، وإزاي بتوفر عندي كهرباء؟ يعني إحنا نبدأ ندخل في التكييفات اللي شغالة بالطاقة الشمسية بالتفصيل. هتبقى في سلسلة فيديوهات إن شاء الله عن الموضوع، هنتكلم عن السولار اير كونديشنر بالتفصيل. طبعا قبل ما اتكلم عن السولار اير كونديشنر، حابب اتكلم عن الانفرتر تكنولوجي. الانفرتر تكنولوجي كان في دورة من خلال شركة كارير، انا واخد السلايدات دي منها بحيث نفهم يعني ايه الانفرتر تكنولوجي. تمام، الانفرتر تكنولوجي هي عبارة عن تكنولوجي انا ببدأ اشوف ازاي بحول من اي سي تيار متردد الى دي سي، وبعد كده احول من دي سي الى اي سي، بس ليه خصائص مختلفة عن الاي سي اللي بيبقى موجود عندي في اللي بيطلع عندي من شركة الكهرباء، او اللي انا بجيبه من شركة الكهرباء ال 220 فولت اي سي، سواء كان سنجل فيز تمام او 380 فولت اي سي لو كان 3 فيز. فانا هنا هتكلم على الانفرتر سبليت انفرتر. تمام، هستخدم تكنولوجيا الانفرتر في التكييفات السبليت من شركة كارير كمثال للشرح عشان نفهم يعني ايه انفرتر. طبعا ليه انا محتاج لتكنولوجيا الانفرتر في اجهزة التكييف؟ رقم واحد يا شباب، عشان بتديني تبريد وتدفئة سريعة. لو انا كنت شغال على المود بتاع التبريد او على مود التدفئة، بوصل لدرجة الحرارة المطلوبة عندي بسرعة. يبقى رقم واحد، عايزين نركز مع بعض، رقم واحد ميزة تكييف الانفرتر ان انا بوصل للتبريد او التدفئة بسرعة. تمام، رقم اتنين، درجة الحرارة اللي بوصل لها دي سواء كانت التدفئة او التبريد بتبقى ثابتة، ثبات درجة الحرارة في المكان. يعني انا موجود في الغرفة، مش الغرفة كل شوية الكمبريسور بيفصل فالدرجة الحرارة بتختلف، بيبدأ يقوم الكمبريسور تاني، وبعد كده ايه ليلة ما تتظبط درجة الحرارة وتثبت شوية نوصل للدرجة المطلوبة وبعد كده الكمبريسور يفصل. لا، انا هنا التكييف الانفرتر بيتميز بان درجة الحرارة بتكون ثابتة، ثبات درجة الحرارة في المكان، ثبات درجة الحرارة في المكان. رقم ثلاثة، ودي اللي تهمنا احنا دلوقتي، اللي هي تكلفة استهلاك الكهرباء بتكون قليلة. بيبقى اعتبر هو جهاز الانفرتر موفر للطاقة، بيستهلك طاقة اقل من اللي بيستهلكها التكييف العادي. طبعا من ناحية الصوت، مستوى صوت التكييف والزنة اللي انت بتسمعها دي بيبقى اقل صوت من ناحية التشغيل. يبقى احنا لو حد سألك ايه مزايا تكنولوجيا الانفرتر عن التكييفات العادية، رقم واحد التبريد والتدفئة بتبقى سريعة، بوصل للتمبريتشر اللي انا عايزها بسرعة. رقم اتنين، درجة الحرارة اللي بوصل لها بتبقى تقريبا ثابتة، ثبات درجة الحرارة في المكان. رقم ثلاثة، التكلفة بتاعته بتبقى اقل، تكلفة استهلاك الكهرباء. رقم اربعة، اقل من ناحية النويز او الضوضاء، بيبقى الصوت بتاعه اقل صوت في حالة التشغيل. طيب ايه هو جهاز التكييف اللي بيشتغل بتكنولوجيا الانفرتر؟ هو عبارة عن جهاز تكييف ليه قدرة معينة او كباسيتي على التبريد او التدفئة، بس بتبقى ايه متغيرة. دي اهم حاجة عندي، القدرة على التبريد والتدفئة متغيرة طبقا لتغير ايه بقى سرعة دوران الضغط الكمبريسور ده. هنبدأ نشوف المعادلات اللي بتحكم الحركة ازاي بتتغير سرعة دوران الضغط ده، وبتبقى الكباسيتي متغيرة بناء على سرعة دوران الكمبريسور حسب المطلوب. يعني انا لو عايز كميتها اقل يبقى الكمبريسور بيلف السرعات بتاعته اقل، لو عايز كميتها اكبر يبقى الكمبريسور بيسرع شوية او السرعة بتاعته بتزيد. طبعا ده بيبقى طبقا للاحمال الحرارية الموجودة في المكان اللي انا عايز اكيفه. يبقى انا هجيب غرفة معينة عايز اكيفها ليها احمال حرارية. انا دلوقتي الانفرتر ليه ميزة ان هو بتبقى القدرة أو السعة بتاعت التبريد أو التدفئة متغيرة طبقا لتغير سرعة دوران من الضغط. يبقى اللعبة كلها في تغير سرعة دوران الضغط، وده بيديني راحة في المكان اللي أنا بشتغل عليه. يبقى هو جهاز تكييف بيديني راحة أكتر، صوت أقل، وبالتالي بيبقى التكييف نفسه مريح أكتر وبيستهلك طاقة كهربية أقل. طيب إيه هي المميزات اللي أنا هحصل عليها لو استخدمت تكييف بيشتغل بتكنولوجيا الانفرتر؟ رقم واحد مهم جدا، اهم مزايا التكييف الانفرتر ان انا
بخلي العميل بيشعر بالراحة. يبقى رقم واحد الشعور بالراحة. طب الراحة دي هتيجي له من فين يعني؟ أجهزة التكييف الإنفرتر بتتميز عن الأجهزة العادية بإنها رقم واحد سرعة التبريد والتدفئة للوصول لدرجة الحرارة المطلوبة بشكل سريع. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنا بوصل للدرجة المطلوبة، مش باخد مثلا نص ساعة عشان الغرفة تمام توصل للتمبريتشر اللي أنا عايزها، عايز 20 درجة مثلا، عايز 21، عايز 18 تمام، عايز 19 درجة، عايز أوصل درجة حرارة الغرفة ل 20 درجة تمام، في سرعة تمام في الوصول لدرجة الحرارة الكلية بتاعة الغرفة لهذه الدرجة. رقم اتنين الحفاظ، ودي اللي بتحسسني بالراحة، الحفاظ على درجة الحرارة ثابتة للغرفة. ليه؟ لأن أنا لو حسيت إن درجة الحرارة كانت 20 بقت 21، بعد كده نزلت بقت 19، كل شوية درجة حرارة الغرفة إيه بتتغير، وبالتالي أنا ما بحافظش على ثبات درجة الحرارة، ده بيؤدي إلى إن الناس لا تشعر بمين؟ بالراحة في المكان. أهو لتجنب الشعور بعدم الراحة نتيجة ارتفاع وانخفاض درجة الحرارة في الغرفة بشكل متذبذب، حسب الكمبريسور يشتغل ويفصل، يشتغل ويفصل، تمام؟ الحفاظ على درجة الحرارة الثابتة ده بيديني شعور بالراحة، ده بيديني شعور بالراحة. يبقى من أهم المزايا إن أنا بوصل للتمبريتشر اللي أنا عايزها بسرعة، ثانيا أول ما وصلت لدرجة الحرارة درجة الحرارة بتثبت، وده بيديني شعور بالراحة. رقم اتنين الميزة الخطيرة إن هو بيوفر طاقة، لأن هو دايما بيديني عند أفضل كباسيتي، أعلى كباسيتي، أو بيشتغل عند أفضل كباسيتي تمام، وبيكون عند افضل اي اي ار انرجي افيشنسي ريشيو. اجهزه التكييف الانفرتر بتعمل على اقل تردد منخفض، بتشتغل على اقل فريكوانسي واعلى معدل لكفاءه الطاقه، الاي اي ار معدل كفاءه الطاقه. يبقى ميزته ان هو بيوفر الكهرباء اللي هتتسحب من شركه الكهرباء اللي حضرتك بتحاسب عليها دي. يبقى رقم اتنين توفير الطاقه او توفير الكهرباء، لانه بيشتغل عند اعلى معدل لكفاءه الطاقه، اعلى معدل لكفاءه الطاقه. طيب ايه هي المميزات اللي احنا هنحصل عليها من ناحيه توفير الطاقه؟ قلنا ان هو هيوفر طاقه. طب هيوفرها ازاي؟ الناس بقى اللي ايه المهندسين يركزوا معايا. مشكلتنا يا شباب في التكييفات العادية اللي هي مش شغالة بالانفرتر. طبعا هنا انا راسم علاقة ايه بين الزمن تي التايم والامبير المسحوب بواسطة هذا التكييف. الكيرفات دي بتمثل ايه؟ اللون ده اللي قدامي اللي هو النورمال ستارتنج، الاون والاوف بتاع النورمال ستارتنج تمام، اللي هو في التكييفات العادية. اللون الازرق ده تمام اللي هو الخاص بالانفرتر. شايف شكل الكيرف بتاع الانفرتر اهو، والكيرفات التانية دي كلها بتاعت التشغيل الطبيعي او التكييف العادي اللي هو لا يعمل بالانفرتر. طب ايه مشكلة التكييف العادي، اجهزة التكييف العادية؟ في بداية التشغيل بتاعت الضاغط في ستارتنج كارنت عالي. خلي بالك هنا اول ما ابدأ اشغل الضاغط بيسحب ستارتنج كارنت عالي، قيمة التيار عالية كبيرة جدا، بعد كده بتقل شوية وبيثبت. أول ما التمبريتشر بتوصل بيثبت عندي تمام لمدة معينة من الزمن، بعد كده يروح الكمبريسور يفصل ويبدأ يشتغل تاني بعديها بزمن، أهو بعد زمن معين تمام بدأ يشتغل تاني، فهيسحب تيار كبير ويثبت، وبعد كده توصل درجة الحرارة للدرجة المطلوبة تمام، وبعد كده يفصل الكمبريسور. مفيش تيار مسحوب اهو، الحتة دي اهي دي، ودي معناها ان الامبير بصفر، يبقى الكمبريسور كده مش ساحب تيار، معناها ان الكمبريسور مطفي. مشكلته ان كل شوية الكمبريسور بيطفي وبيشتغل، بيطفي وبيشتغل، ده اصلا بيعمل لي انا مشاكل نفسية، بيقرفني. ليه؟ لان كل شوية درجة الحرارة تمام بتعلى وبتزيد، ده ما بيحسسنيش بالراحة. فبيقول لي الكلام ده عند بداية تشغيل الكمبريسور اللي هو الضاغط، الامبير المسحوب لبدء تشغيل الضغط بيكون عالي جدا، اهو امبير كبير تمام، وبعديها الامبير بيشتغل عند اعلى حمل اللي هو الحمل ده، وبعدين لما بنوصل للتمبريتشر بيبقى الكمبريسور ده بيفصل تمام، بعد كده يروح يبدأ الكمبريسور يشتغل تاني، وهكذا بتتكرر الدورة بتاعة التشغيل بتاعة الكمبريسور. دي بقى بتعمل لي انا مشكلة، اولا الستارتنج كارنت عالي. اما انا لو جيت بصيت على الكيرف الازرق ده اللي هو بتاعنا الخاص بالانفرتر، الستارتنج كارنت مش عالي مقارنه بالستارتنج كارنت بتاع التكييفات العاديه تمام.
ثانيا ده بيشتغل على قيمة ثابتة، المهم عندي قيمة ثابتة، مش كل شوية بفصل واشتغل، هو شغال بس شغال على أقل قيمة عندي، وبالتالي ما بيسحبش مني كهرباء كبيرة. يبقى الضغط الذي يعمل بتكنولوجيا الانفرتر لا يحتاج إلى سحب أمبير عالي، أهو الأمبير بتاعه صغير. أولا ما بيحتاجش لسحب أمبير عالي في بداية التشغيل في الستارتنج كارنت، تمام؟ بيستمر في بداية تشغيل الضغط يعمل لمدة 10 دقائق على أعلى قيمة، وبعد كده بيتظبط التردد بتاعه على أقل قيمة تدريجيا ويثبت عند أقل قيمة، تمام؟ يبقى إحنا بدأنا نفهم ايه مشكلة التكييفات العادية. مشكلة التكييفات العادية زي ما انت شايف في الكيرف كده الستارتنج كارنت بتاعه عالي جدا. ثانيا لما بيجي يشتغل بقيمة ثابتة بيسحب امبير ثابت، بتبقى القيمة دي كبيرة عند اعلى قيمة للحمل بتاع الضغط. بعد كده بيفصل، مفيش تيار، اهو بصفر. بعد كده يبدأ يشتغل تاني، وهكذا بتتكرر العملية دي، بيعمل اون واوف كل شوية، بيعمل اون واوف. دي بتديني عدم احساس بالراحة لان درجة الحرارة بتتغير كل شوية. اما التكييف الانفرتر بيفضل شغال على اقل قيمة، وبالتالي هو بيسحب اقل باور. هنا العلاقة بين التايم والكيلو وات اور، القدرة المسحوبة، ده اقل قدرة مسحوبة بيسحبها التكييف اللي بيشتغل بنظام الانفرتر. طبعا ده بيديني الميزة دي، بتديني حاجة اسمها التشغيل الامن، ان انا كل شوية افصل واشغل اغير الريت بتاع الامبير، ده بيعمل لي مشاكل في الكمبريسور. اما في حالة الانفرتر ده بيريح مين؟ بيريح الكمبريسور بتاعي. فانا هنا لو بصيت اهو، ده اللي فوق ده كده ستارتنج كارنت عالي جدا، اللي هو النون انفرتر، اللي هو السوليد لاين ده النون انفرتر. اما الدوت لاين ده اللي انا بمشي عليه بالاحمر ده هو الانفرتر. يبقى الضغط الانفرتر لا يحتاج لسحب امبير عالي عند بدء التشغيل، دي مهمه جدا، مفيش ستارتنج كارنت عالي، وبالتالي مش هيحدث، تمام، انخفاض لان لو التيار زاد الجهد هيحصل له ايه؟ يقل، هيحصل انخفاض مفاجئ في الجهد. لما يزيد التيار زياده مفاجئه في الستارتنج الجهد بينخفض، لو الجهد انخفض ده بيؤدي الى بعض الاضرار في التكييف، وكمان ممكن يؤدي الى بعض الاضرار في الاجهزه الاخرى اللي موجوده عندك، تمام، لان حصل اندر فولتج او الجهد عندي قل. يبقى انا بدات بالانفرتر، الغي فكره ان انا عايز ستارتنج كارنت كبير في الاول وان انا بسحب تيار كبير، لا ده انا بقى عايز ستارتنج كارنت صغير وبمشي كمان بتيار صغير، ده بيسموه التشغيل الامن في انظمه الانفرتر. يبقى احنا لو جينا كده نعمل مقارنه بسيطه بين الاجهزه العاديه وبين أجهزة التكييف اللي شغالة في الإنفرتر، لو أنا قلت وقت الوصول لدرجة الحرارة المطلوبة، وقت الوصول في العادي وقت طويل نسبيا بالنسبة لأجهزة التكييف، طبعا ده بيبقى الإنفرتر وقت أقل في الوصول إلى درجة الحرارة المطلوبة. طب التذبذب والثبات في درجة الحرارة، القديم ده بيوجد تذبذب عشان كل شوية الكمبريسور بيشتغل وبيفصل، الضغط كل شوية بيعمل أون وأوف، أما هنا لأ، ما فيش تذبذب، ده بيبقى ثبات لدرجة الحرارة، وده هيريح الضاغط ويريح الناس اللي موجودة في الغرفة. رقم 3، التيار المسحوب. التيار المسحوب خلي بالك عند بدء التشغيل في الكمبرسورات العادية كان بيوصل من 5 ل 6 أضعاف من النومينال كارنت أو تيار التشغيل الطبيعي بتاع الكمبرسور. يعني الكمبرسور بيسحب كذا أمبير، في الستارتنج تلاقيه سحب 5 أضعاف أو 6 أضعاف. هنا طبعا ما بيسحبش الكلام ده خالص، بيسحب تقريبا 1.5 من النومينال كارنت بتاعه او من التيار اللي بيتسحب في التشغيل الطبيعي. 1.5 ده مش رقم، مش ستارتنج كارنت عالي، تمام. طيب وقت المطلوب لخاصيه ازاله، خاصيه الديفروست، الديفروستنج او ازاله التلج، طبعا ده وقت اطول، اما ده وقت ايه؟ اقل، لان ده اسرع في عمليه ازاله التلج. الطاقه الكهربائيه المسحوبه ومعدل كفاءه الطاقه، طبعا هنا بيستهلك طاقه كهربائيه كبيره مرتفعه، ومعدل كفاءه الطاقه الاي اي ار دي، تمام، بتبقى قليله صغيره اقل، اما هنا بيستهلك طاقه اقل ومعدل كفاءه الطاقه اعلى. طبعا هنا الناس بتقول لك المكونات نفسها، مكونات الوحده بتبقى بسيطه في القديم، هنا طبعا زاد انفرتر وزاد الدوائر الالكترونيه، فهم بيقولوا ان هي معقده، بالعكس هو ده اسهل من التكييفات العاديه. وتحديد اعطال الـ زي ما هم كاتبين هنا، تحديد واكتشاف الاعطال ده بيبقى اسهل نسبيا، ده للناس اللي مش شغاله في الانفرتر يا شباب، هم كاتبين ان هو ده اسهل لان الناس اتعودت
على التكييف التراديشنال القديم، اما هو الانفرتر سهل جدا في الصيانه بتاعته. فانا النهارده اتكلمت في اول فيديو ليا ان شاء الله عن مكيفات الطاقه الشمسيه، بدات ادي فكره للناس يعني ايه مكيف بيشتغل بتكنولوجيا الانفرتر، وواحده واحده لما بنفهم الانفرتر هنبدا نفهم التكييفات اللي بتشتغل بالطاقه الشمسيه، ازاي بشتغل على السولار اير كونديشنر، واشوفكم في فيديوهات تانيه كتير خاصه بالطاقه الشمسيه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.